والصلاة والسلام على رسول الله. أنا إن قال لي ما طولان ولا عارجين، أنا هو المسؤول العام عن مجمع كندي، عدة قراءات تألف هناك لحاجة كندي، هذا إن قال لي مجمع كندي قراءة زراعية. قراءة على كل حالة عندها والله كانت ياسر من المشاكل في قضية التعليم وقضية الصحة ومن من عام. على كل حال نشكر ساحتي فعلا انها مثلا جاءت لجاك تنقل عنا مثلا المشاكل اللي نعانوا منها، واساسا الصحه والله اللي نعانوا منها حتى بين اللي عندنا طب وعادي، ولكن انا عادت من عامله ولد زينة هي وزينة الحمد لله فريق طبي لاباس به ومتخصص ويجيب معاه قرام الادويه، لكن نحن نختاره على كل حال ينزاد بياسر من الاخصائيين وياسر من الادويه مناسبة عنا نحن في بلد بعيد، والفحوص هنا مشكله مطروحه، انسان ما معدل له فحص يقد يعوده قبل ما يكتشف قل صحته، وناس في هذ الناس العجزة الناس الضعاف اللي على كل حال قد تعود ما تقد الحق بلد الطب قبال، وهم بعد مهنيين هم شاكرين هم اعلنهم هذه الخطه اللي عدلوها مبادره جيده الى اقصى درجه والمواطن استفادت منها.